Imagine l'Algérie تطيح معاها en 2022 Algérie Israël en demi finale Coupe du monde لعبوها ولا ما لعبوهاش ما لعبوهاش je vous pose la question ها ما لعبوهاش انا لعبها ou je vais les battre en demi Coupe du monde vous êtes malade ou quoi vous êtes malade في المرحله الاولى مرحله في فرنسا شيء Algérie Israël finale Coupe du monde في قطر تلعبوها ولا ما تلعبوهاش ما لعبوهاش انا لعبها ما لعبوهاش on est différent هذا pour moi شغل هذا اسمح لي هذا التطبيق هذا اخر اسمح لي انتم تزيدوا عليها انا جو في ندير جو في لاسيومي جو في نفير دي زامي جو سي ك انستغرام تاعكم اي تو سا يتيروا على انا تيروا على روحكم لا لا ديسكو بونس لي زالجيريان بارفوا اي سون بلو باليستينيان كي لي باليستينيان بلو جو سي با انت قلت باللي لا تعارض التطبيع الرياضي مع اسرائيل انا فور موا سان سابيل با تبع الرياضي الله يخليك يا مصري خلينا خلي خلي كمل فكرة لك كامل الوقت انك تجاوب يا رشدي انا ما نسميش الطبيعة الرياضي انا فور موا هذه شعبوية انا ما ندخلش في شعبوية انا جو دي سكو جو بونس نقول واش نخمم سي با بور بلير اصحاب انستغرام ولا فيسبوك شي با موا ولا تشوف لي ما في التلفزيون تفرح تو سان مانتيريس با لانه المنافسة هذه حسنا دوك نرجع انا لو كان كنت باغ اكزومبل راك تهضر على اتليت دونك كيش يقولوا الاتليتيزم فوالا لا فيديراسيون انا لو كان كنت مسؤول ولا وزير شؤون وزير الشباب والرياضة جو في لي راديا لي سبورتيف هذوما سي با حبا في اسرائيل كما يفهم D'accord, c'est de l'olympisme, la charte de sport wahdo, politique wahdo. Ani nqoul hakda, je soutiens Palestine, je suis pas obligé de le dire d'ailleurs. Moi je suis pas pour, tu vois. Mais sport wahdo khlih. خلي سبور وحده وتلعب الجيري خلي حمدي خرج في الامم المتحده يكمل فكرته يكمل فكرته حمدي حمدي يكمل حمدي حمدي من فضلك لا لا يكمل يكمل فكرته ومن بعدها رد عليك كما حبيت كمل ايه باسكو هذا موضوع مهم جدا احنا في الجزائر نقاش كبير انا باريزو بلي كي راني نهضر هكذا دوك تشوف انستغرام 700 الف مليون ناس يسبوني صح سي لو بروبليم جو مافو انا جو دي سكو جو بونس يا جزائريين تقوموا لكم تو سامبلومون باسكو اسرائيل هذه اسرائيل مانيش كي نقول هكذا مانيش نستار باسرائيل نعرفوا اسرائيل انا جو مفهوم ناخذ بقى الوقت ما تديش الوقت اللي يديه ثانية واحدة بس ثانية واحدة معليش نقسموا عليكم الوقت تاعو الوقت تاعو نقسموا عليكم نقسموا عليكم نقسموا عليكم انا من ادير النقاش نتكلم خاطر وش يقول على روحه هو مسؤول عليه نعطيك لها روحه استنى استنى لا لا خلينا نتكلم خلينا نتكلم خلينا نتكلم خليني بس انا اقول على حاجة في فرق في فرق يا حسان مش هقول لك يا جزائر انت بتقول لي يا مصر ما بحبش حد يكلمني على اساس الجنسيه خلينا لا لا اسمعني لما بعد كده اللي يقول لي مصري وبتاع انا نرد يلا حميد في فرق ما بين انا ما بحبش حتى كلمه تقول كلمه اسرائيلي اسرائيل اصلا ده اسمه الكيان الصهيوني المحتل دي رقم واحد رقم اثنين واحد ما يهدر ولا يكلم ولا يخلط في ان طبيعه الشعب الجزائري كلها كارهه الدوله الوحيده العربيه اللي تتشرف ان ما فيش فيها سفاره للكيان الصهيوني هذه واحده الحاجه الثانيه حادثه قريبه جدا بتاعت هشام بوداوي لما وافق مع نادي مش عارف نيس الفرنسي ولا مش عارف كلاو الجزائريين في فرق يا حسان ما بين اسرائيل الكيان الصهيوني ده الفريق اللي هو يهمه وغايته الكبيره اللي هي التطبيع سواء رياضي ولا فني ولا تجاري مع الدول العربية ويهمه مع الشعوب بالذات ومعارف أنه وجهته للشعوب وتطبيع معهم يكون من الشأن الرياضي والشأن الثقافي والشأن الفني حتى مصر اللي عملت اتفاقية مع الكيان الصهيوني لكن لن تجد أعمال فنية ولا أعمال رياضية مطبعة مع الكيان الصهيوني ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة بس أكمل دي الكيان ثانية واحدة بس أنا في فرق ما تقول ليش الإسرائيلي ثانية واحدة بس أكمل دي ليست مثل لا في هذا المجال ليست ثانية واحدة انا بكلمك على التطبيع كان ديفيد ثانية واحدة بس خليني اكلمك على التطبيع في فرق في فرق عندي خليني اختم لك بدي تلخص الكلام كله اللي انت بتقول عليه ده فريق اسرائيلي ما يهمنيش ده فريق صهيوني جاي بدعمه الرياضي ولا الثقافي ولا المالي وكل نقطة دعم معنوي ولا مادي بتصب في قتل واحد من اخواتنا في غزة كانوا اطفال ولا شيوخ ولا نساء يلا هشام خلينا امشي في الوقت الله يخليك يعطيك صحة حمدي على هذا الكلام